حوصل على المؤسسه ادرو كانال على فاسي بار ديفيرون فاز دو ريستيكولاسيون باش كاريفي ادرو كانال بون سي بون تو سي ادرو كانال هادي لي بابي ان بي دي مؤسسة ادرو كانال راهي موجوده تقريبا في على المستوى الوطني وين عندنا 16 يونيتي في الغرب في الوسط حتى في الجنوب كاين يونيتي سبيساليزي في السيبور دي ليكتريفيكاسيون. بون المؤسسة تاعنا كانت متخصصة في دي برودوي اكو ستوندار، من بعد المؤسسة نظرا للطلب تاع السوق حاولت انها ديفيرسيفي لي برودوي تاعها. هذه السياسة اللي قامت بها المؤسسة مكنتها انها ترفع من رقم اعمالها من سنة إلى أخرى. هنا نقدموا لك بعض الإحصائيات عن المؤسسة، ومن نلاحظوا أن باعتبار إدرو كانال نشوفوا رقم أعمالها يتجاوز 4 مليار دينار في السنة بين 2021 حتى 2023. الشيف دافع تاعها سي ثاني نفس الشيء، نشوفوا هنا ارتفاع الشيف دافع تاعها من 4 ملايين و500 مليون و 300 مليون. هذا راجع الى ديفيرسيفيكاسيون او تنوير المنتوجات. هذه السياسه مكنتنا اننا ننتجوا بوكو سيكتور، من بينهم كنا احنا في الهيدروليك والانرجي، وفتنا لا تيليكومونيكاسيون دي ترافو بيبليك كوسكي ترافو بيبليك وليزيكيبمون. بون لي برودوي اللي نخدموهم تقريبا اللي راهم دروك المؤسسات بازي عليهم، عندنا لو تويو مي كاين دي زونيتي سبيساليزي في لو تويو اون بيتون كو سوسوا بور لاسينيسمون ولا بور لاديكسيون. كما دي ترافو تاع لا بوز تاع هادو لي برودوي، وين كيما عندنا البول تاع السيك ام البواقي هنا في تلمسان، بزاف لي بروجي وين كانت المؤسسه هي اللي قامت بالانجاز تاع هادو لي بيريمتر ديليغاسيون. وزادت منتوجه جديده وين زدنا مثلا كيما لي بوالات بيبليك لي زابري بيس اللي رانا ما عندنا هنا ونقولوا ولايه تمشي وتكلمنا منهم بزاف واحد 26 يونيتي، وعندنا تسكي بول